بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي بعنوان ردود على بعض استفسارات مربين الأرانب. في سؤال بيقول: عندي أرنب عمره 3 أشهر تقريبا، وزن 1800، تربية في الأقفاص، هل يوجد فيتامين يساعد على التسمين في تونس؟ التسمين أساسه العلاقة المكبوسة المتوازنة، علاقة مكبوسة متوازنة ومتساوية مركزة، يعني ده طريقة التسمين. أما حكاية إن عاوز تدي حاجة من الشتات، هي مش هتقدر تعمل حاجة، مفيش حاجة يعني زيادة عن العلف ده غير الرعاية بتاعت المربي. بمعنى الأرنب لما بيتعرض لأي مرض وهو بيتعالج، النمو بتاعه طبعا هو عيان فامتنع عن الأكل فضعف، فهما بيجي يتعالج بياخد فترة، الفترة دي مش بينمو فيها بنفس المعدل بتاع زمايله إخواته اللي هما بينمو فيها، فعشان كده بيبقى أضعف أو أقل شوية في النمو. السؤال الثاني بيقول: هو حاطط صورة بتاعة تشريح ونفوق لأرنب، بيقول: السلام عليكم، الأرنب ده الأرنب دي كانوا تمام جدا وواكلة تمام والعلافة فاضية، صحيت الصبح لقيتها ماتت، وده التشريح، ممكن أعرف السبب؟ أنت المفروض تعود نفسك على إن السبب أو استنتاج النفوق إيه تعرفه من خلال رعايتك للأرانب، لكن كل أرنب هتسيبه لما يموت وبعدين تفتحه وتقول طب هتستفيد إيه من إنك تعمل الكلام ده بعد فوات الأوان؟ المفروض أنت بتعرف التشخيص قبل ما تذبح الأرنب، حست عليه مرض معين بتشخصه وبتعالجه، لكن مش تسيبه لغاية ما يموت وبعدين تقول ده عنده إيه. سؤال تاني بيقول: عاوز أطعم فيروسي والأمهات عندي عشار وتحتها خلفة، إيه الموقف، ينفع ولا لا؟ طبعا التطعيمات ما ينفعش للأرانب العشار اللي تعدى العشار بتاعها 15 يوم، طالما العشار تعدى 15 يوم ما فيش داعي للفطام، استنى لما تولد وبعد كده تطعمها. سؤال تاني بيقول: يا جماعة عندي انتيتين وزن 2.5 كيلو، بس مش عارف هم عمر قد ايه، عايز اعرف امتى بتعشر. يعني طبعا السؤال مش موضح فيه حتى نوع الارانب، لان نوع الارانب في منها ارانب متوسطة الحجم وفي منها ارانب كبيرة، فاتنين ونص دي لو بالنسبة للأرانب الكبيرة بتبقى إيه صغيرة شوية، يعني المفروض يستنى عليها شوية، وبالنسبة للأرانب المتوسطة 2.5 ممكن، لكن الأفضل إنك هتعدي 2.5 شوية، يعني تخليها 3.25، 2.8، أقصاها 3 كيلو وتلقاها. في سؤال: هو حاطط صورة صديد أبيض اللي هو زي الزبادي كده على فرشة عرقوب بها زبل ومش نظيفة، يعني بيقول: يا جماعة أنا لقيت السائل ده تحت خلفة عمر 25 يوم. طبعا عشان يلاقي ده تحت خلفة، هي الخلفة مش هي اللي هتنزل الصديد ده الأم هي اللي هتنزله. إذا كان الصديد ده لزج، يعني تعمله بعود كبريت كده يمط معاك أو بحاجة يعني تغمس كده وترفع فوق، لو لزج يبقى ده التهاب رحم وده معدي، ولازم طبعا تغير الفرشة ولازم الأرنبة دي تتعالج. في سؤال حاطط صورة أرنب واتجاه راسه مايلة لجهة في جنب واحد، وبيقول: يا جماعة الأرنب ده عمره 17 يوم وجاله مش عارف من ايه. حاجة من الاتنين بالنسبة لالتواء الرقبة، يا اما ان التواء رقبة وده طبعا ملوش علاج، ويا اما انه في جرب
يعني تسمم أذن في ودن من اللي هي اتجاه الميل، فأنت هتكشف على ودن، إذا كان جرب هتعالجه بجرب. التهاب التواء رقبة ده ملوش علاج، يعني لازم إيه تتخلص من الأرنب، بس هو صغير حاول معاه بالأكل كده لغاية ما عمره يكبر شوية وينفع يتذبح. سؤال تاني بيقول: لو نقلت الأرانب الخلفة في نفس يوم الولد لأم، هترضعهم عادي ولا إيه؟ لو نقلتهم بطريقة مظبوطة، يعني تمسكهمش بإيدك المجردة، يعني تحط كيس نايلون في إيدك وتنقلهم، وتحاول النقل ما يكونش قدام الأم اللي أنت هتودي لها. آه طبعا ممكن، إذا كان في خلال العدد بتاع الخلفة اللي هي تقدر تخدمهم، يعني في حدود 8 9 أول عن آخر، اللي أنت هتنقله على اللي عندها، فدي ممكن. سؤال بيقول: لو سمحتوا إيه أحسن نوع في الأرانب، علشان أنا ناوي أعمل المشروع ده والمزرعة جاهزة. أحسن نوع طبعا كان الكاليفورنيا والنيوزيلندي، ولكن طبعا لازم أنت بتطعم الإنتاج بتاعك، عشان السوق مش عاوز كل الإنتاج يبقى أبيض، فبتطعم بقى، بتجيب أنواع، وبرضه هتديك نفس الأوزان تقريبا متشابهة يعني أو متقاربة، زي الريكس الأسود وزي البيبيون وزي الجانت فلاندر والشنشلة، دي كلها أنواع كويسة يعني. سؤال بيقول: هو ممكن تأكيل الأرانب عمر 21 يوم عيش ناشف ولا إيه؟ الأرانب طبعا عيش ناشف والكلام ده أكيد، ده بيربي أرض يعني، فطبعا هو الأرنب مضطر، اللي انت بتحطه هياكله، ما حطيتش غير العيش هيعمل ايه؟ فطبعا هتحط له عيش هياكل عيش، لكن التربية المظبوطة انك بتدي عليها متكاملة ومتوازنة، اللي هي بتتوفر في العلف المكبوس، وطبعا اغلب المواضيع دي بتسري على اللي هم بيربوا في بطاريات يعني، لان يعني تغيير العليقة كمان من حاجة لحاجة بيبقى صعب شوية. سؤال بيقول: كنت عايز أعرف أكل الأرنب عمر 45 يوم. أكل الأرنب عمر 45 يوم هو نفس الأكل اللي كان اتفطم عليه، بس بتبدأ تزوده سنة سنة بقى، لأن هو في خلال الفطام، من بعد فترة الفطام اللي هي مثلا فطمت على 30 يوم، من ال 30 لل 45 اللي هم ال 15 يوم دول، أنت كنت بتديهم عليها